فيديو جديد هنتكلم فيه عن تخفيضات هيونداي توسان موديل 2020 اللي وصلت ل 25000 جنيه. ده واحد من فيديوهات سلسلة تخفيضات السيارات في مصر، لمينا فيه كل شركات السيارات وكل التخفيضات اللي حصلت من 2019 لحد وقتنا هذا موجودين في سلسلة واحدة، علشان اللي عايز يخش يشوف نوع عربية معينة، يشوف الشركة فعلا خفضت ولا تخفيض وهمي 3000 و5000، ويشوف المنافسين الفعليين للعربية اللي هو عايز يشتريها، وهل فعلا العربية اللي هيشتريها هي قيمة مقابل سعر ولا لسه عايزة تخفيض كمان، وعشان يعرف برضو التلاعب اللي بيحصل من بعض الشركات اللي بتعمل زي ما بيحصل في الأوكازيونات في مصر، بتزود السعر وبعدها بشهر ترجع تقلل السعر تاني ويقولوا ان في تخفيض. لو عجبك الفيديو ممكن تدوس لايك، وممكن تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان تجيلك فيديوهاتنا جديدة. نبدأ على بركة الله. عانت سيارة هيونداي توسان مؤخرا من بداية 2020 من حالة من الركود في المبيعات، وده بسبب وجود عيوب صناعة في محركات العربية وشكاوى كتير جدا من الملاك، وأيضا تواجد خيارات أخرى في نفس الفئة السعرية من شركات عربيات تانية بأسعار ممتازة زي بيجو 3008 وستروين سي 5 وعربيات تانية كتير. وفي موجة التخفيضات الحالية، شركة هيونداي أعلنت عن تخفيض هيونداي توسان على جميع فئاتها في الإصدارين العادي والتيربو، وده اللي خلاها بتقدم قيمة أعلى قليلا مقابل السعر. فهل هتقدر هيونداي توسان موديل 2020 تعمل مبيعات أقوى وسط منافسينها في نفس الفئة السعرية؟ وطبعا من منافسين هيونداي توسان السيارة كيا سبورتج 2020 ورينو كادجر وميتسوبيشي إكليبس وأوبل جراند لاند وعربيات تانية كتير. يعني واضح من أسامي العربيات إن المنافسة قوية جدا. شفنا الفترة اللي فاتت كتير من التخفيضات القوية لمختلف شركات العربيات، وشفنا تخفيضات فيات تيبو وتويوتا كرولا ونيسان سنترا والمزيد من التخفيضات اللي حركت السوق المصري للأفضل، وما زالت معظم الشركات بتجهز لتخفيضات تانية أكبر على عربياتها، والوضع حاليا في السوق المصري غير مستقر ولا أنصح بالشراء حاليا. هيونداي توسان 2020 نازلة في السوق المصري بإصدارين من المحركات، الأول بمحرك عادي والإصدار الثاني بمحرك تيربو وفتيز ديوال كلتش. ما قدمتش توسان أفضل قيمة مقابل السعر، والعربية حصلت على المبيعات القوية دي كعادة عربيات هيونداي زي ما شفنا في الانترا اي دي. هي عربيات ما بتقدمش قيمة مقابل سعر، لكنها منتشرة بشكل قوي، وده بسبب ثقة المستخدم المصري في هيونداي والعمر الطويل لعربياتها وتاريخها العريق في السوق المصري. تخفيضات توسان في الإصدار العادي الفئة الأولى نزلت بسعر 400,000 بدل 425,000، والفئة الثانية نزلت بسعر 430,000 بدل 445,000، والفئة الثالثة نزلت بسعر 455,000 بدل 475,000، الفئة الرابعة نزلت بسعر 485,000 بدل من 493,000، الفئة الخامسة نزلة بسعر 490,000 بدل من 500,000. وبالنسبة لتخفيضات توسان للإصدار اللي فيه محرك تيربو، الفئة الأولى نزلة ب 455,000 بدل من 480,000، الفئة الثانية بسعر 510,000 بدل من 518,000، الفئة الثالثة بسعر 515,000 بدل 523,000، الفئة الرابعة نزلة بسعر 550,000 بدل من 600,000، الفئة الخامسة نزلة بسعر 560,000 بدل من 605,000. ومن مشاكل اللي بتواجه عربيات هيونداي توسان انها ما بتقدمش وسائل امان وكماليات في الفئات الاولى منها كعادة توكيل غبور، كما انها بتقدم في الاسواق المصرية بالعديد من الفئات، يعني كل عربية تلاقي لها 5 فئات، وده بيخلي الفئات الاولى ما بتحصلش على الكماليات ولا تجهيزات ولا انظمة امان، وبيتم تمييز الفئات العليا فقط، وده الحال في معظم سيارات توكيل غبور للاسف. في نهاية الفيديو اتمنى اكون قدمت لكم معلومة مفيدة. اشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.